راتب ماكو، يعني منين يجيب؟ ماكو. عندنا ناس متزوجة وعندها أطفال، منين يجيب حليب حفاضات؟ ماكو. صار لنا 45 يوم. ايش يقولون لكم البلدية؟ يقولون انتظروا. اليوم باكر ولا اليوم؟ واحنا ما عندنا لو شغل ثاني نروح منين؟ ماكو شغل استاذ. اضراب عن العمل يعني؟ اضراب عن العمل، ماكو راتب استاذ. ما طلعت؟ اي ما طلعنا اليوم نشتغل اضراب. عددنا تقريبا 150 واحد. ايش كم قسم انتم؟ كم قسم هواي؟ ست اقسام، سبعة ثمانية تقريبا. احنا وضعنا هسه ربع دينار ماكو بجيبنا، صار لنا 45 يوم ما مستلمين راتب. الله وكيلك. احنا 45 يوم ما مستلمين رواتب، واحنا مطلوبين كفيلك العباس، حالنا حال بقى العمال. اي وال 100 الف ما مستلمينها. شو يقولون لكم؟ يقولون شو تردون تسوون؟ سووا. شلون يعني؟ يعني تردون طقوا راسكم بالحائط، من الاخير ما احنا على مود الراتب تقريبا سادس شهر نستلم يوم 15 يوم 20 يوم 10 ابد ما اعطانا يوم واحد يوم اثنين يوم ثلاثه اكثر من شهر يعني جاي اخرون بالراتب ال 100 الف ما استلمناها لهسه لا الراتب ولا ال 100 الف اي شنو مطالبكم؟ والله الراتب والتثبيت العقود والاجراء هاي الريده اي